Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah onlardan nekelim an sheet sette. Gözü khas bir stability. لدراسة الاستابيليتي إن شاء الله في طريقتين هنتكلم عنهم. الطريقة الأولى هي طريقة الجوري تيبل، الطريقة الثانية اللي هي البايلينير ترانسفورميشن. طبعا المسألة هو اللي هيحكم عليك هل تشتغل بالطريقة الأولى ولا بالطريقة الثانية، أو هيسيبك أنت حر تشتغل بالطريقة اللي أنت عايزها. فهنا في سؤال رقم 2 بيقول determine the stability of y of k minus 6 من 10 y of k minus 1 minus 81% y of k minus 2 plus 67% y of k minus 3 minus 12% y of k minus 4 بتساوي x of k. في البداية أنا عشان أبدأ أطبق الاستابيليتي زي ما كنا أخذنا في الكونتينيوس، أنا بطبق الاستابيليتي على transfer function، ببدأ أجيبها وأجيب الـ characteristic equation بتاعها وأبدأ أشتغل عليه. كنت هناك بشتغل على الراوس التيبل، هنا أنا هشتغل على بطريقة اسمها جوري تيبل أو الطريقة الثانية اللي هي اسمها بايلينير. هنا هو بما أنه ما حددش معايا فأنا هشتغل في السؤال الأول عن بطريقة الجوري تيبل. هنا في البداية y of k أنا المعادلة بتاعتي كلها في الكي، فأنا أحول يبقى في الفورم بتاعتي اللي هي في الزد، أخد الزد المعادلة كلها يبقى y of z minus 0.6. الديلي اللي موجود معايا هنا هو بيناظره زد minus 1 في الواي اوف زد، الديلي هنا ب 2 يونت هيبقى زد minus 2، الديلي ب 3 يونت يبقى زد minus 3 وهكذا. اقدر اجيب البلس ترانسفير فانكشن جي اوف زد بتساوي واي اوف زد على الاكس اوف زد اللي هي بتساوي 1 على 1 minus 0.6 زد minus 1 minus 0.81 زد minus 2 plus 0.67 زد minus 3 minus 0.12 زد minus 4. هحط الـ characteristic equation بتاعتي على الفورم بتاع الـ b of z الـ general form بتاعتي، يبقى الـ b of z بتساوي z minus z أسر بار minus 0.6 z 3 minus 0.81 z square plus 0.67 z minus 0.12. من هنا أقدر أجيب الـ coefficient بتاعتي. أنا هنا الـ coefficient a node مضروف في الترم الأول، الـ a2 الـ A1 مضروف في الترم الثاني وهكذا طول ما أنا ماشي. يبقى أنا هنا A node بالنسبة لي هي الواحد، الـ A1 هي السالب 6 من 10، الـ A2 سالب 81%، A3 سالب 67%، الـ A4 هي السالب 12%. عشان أتست الـ stability أو عشان أبقى ضامن إن السيستم بتاعي ده stable، يبقى هنا لازم الخمس شروط دول يتحققوا. لو شرط واحد منهم ما تحققش يبقى كده كل السيستم unstable. يبقى لو أنا حققت شرط الأولاني والتاني وجيت على التالت ما تحققش معايا يبقى السيستم ان ستيبل، مش لازم ادخل في الرابع او الخامس. طب ايه هي الشروط؟ الشرط الاولاني بيقول لي ايه؟ المودولس بتاع الاي ان اقل من الاي نود. طب انا ايه هي الان؟ الان بالنسبه لي هي الاي اكبر اوردر للزد، الزد هنا عندي زد 4 يبقى الان بتاعتي ب 4، يبقى انا هنا المودولس بتاع الاي 4 لازم يكون اقل من الاي نود. الاي نود بتاعي هنا بواحد والاي 4 بتاعي بسالب 12%، ابدا اجيب ادي هنا ال 12% اقل من الواحد يبقى الشرط الاولاني بتاعي اتحقق، يبقى كده الواحد بالنسبه لي ساتسفايد. ابدا ادخل على 2 بيقول لي بي اوف زد عن ما الزد بتساوي الواحد اكبر من الزيرو، يبقى اشيل كل زد واحط مكانها واحد واعوض في المعادله دي، طلع معايا بايه؟ ب 14% اكبر من الزيرو، يبقى الشرط الثاني معايا اتحقق. الشرط الثالث هو ان انا اعوض عن الزد بماينس 1 في المعادله بتاعه الكاركترستيك ايكويشن، نفس الايكويشن الموجوده معايا هنا دي، هشيل كل زد واحط مكانها ماينس 1 واشوف والله الزد البي اوف زد بتاعتي اكبر من الصفر ولا اقل من الصفر. اكبر من الصفر لو انا الان بتاعتي ايفن. طب انا الكيس بتاعتي فعلا الان ايفن، يبقى انا لازم بي اوف زد لما احط الزد بماينس 1 تكون اكبر من الزيرو. هاجي اعوض بالشكل ده طلعت معايا صفر، طلعت معايا زيرو، يبقى انا الشرط ده كده ولا هو اتحقق ولا ما اتحققش. ده كده معناه ان انا في روت عندي كريتيكال واقف على الايه اليونت سيركل الموجوده معايا اللي بتناظر في الكونتينيوس. لما كنت باخد الخط الفيرتيكال واجي اقول ايه والله اللي على شمال الخط هنا ده كده كان بالنسبه لي ستيبل، لو على يمين الخط يبقى ان ستيبل، اللي كان بيقع معاك على الخط ده كده كان ايه كريتيكال ستيبل. هنا بالنسبه لي في الزد ادي الايه الروت، يا اما جوه اليونت سيركل اللي موجوده معايا دي يبقى ستيبل، براها ان ستيبل، على الدايره يبقى كده ايه كريتيكال ستيبل زي الروت الموجود معايا هنا ده.
يبقى ده الروت بتاعي ده هنا كريتيكال ستيبل. هشوف الايه الشرط اللي بعده، الشرط اللي بعده لو اتحقق هدخل في اللي بعده، اتحقق يبقى كده توتال السيستم كريتيكال ستيبل تمام. لكن لو واحد فيهم ما اتحققش يبقى كده انستيبل على طول. طيب التلات شروط الاولانيين دول مش هيضطروك تدخل في الجدول، يبقى انا مش مضطر اعمل الجوري تيبل علشان خاطر اتست. لو واحد من دول طلع انستيبل خلاص ما تدخلش في الجدول، لكن لو التلاتة زي ما احنا شفنا التلاتة اتحققوا او واحد منهم كريتيكال لازم هدخل في الجدول عشان احقق الشرطين الباقيين دول. طب الشرطين دول بيتكلموا عن ايه؟ بيقول لي بي اوف ان ماينس 1 اكبر من البي نود، المودولس بتاع البي اوف ان ماينس 1 اكبر من ايه؟ من المودولس بتاع البي نود. طب انا هنا الان بتاعتي ب 4 يبقى المودولس بتاع البي 3 اكبر من المودولس بتاع البي 0. طيب هكمل انا عندي الشرط اللي بعده سي اوف ان ماينس 2، يبقى عندي هنا سي 4 ناقص 2 يبقى سي 2 اكبر من المودولس بتاع سي 2 اكبر من المودولس بتاع سي 0. لو الشرط ده اتحقق وده اتحقق تمام، يبقى كده السيستم كله ستيبل. يبقى انا عشان احقق الشرطين دول هروح اشوف ايه هي البي 3 والبي 0 والبي سي 2 والسي 0. هبني التيبل عن طريق المعادله اللي موجوده معايا هنا. طيب التيبل عشان ابنيه انا لازم اكون عارف نمبر اوف روز الموجودين معاك هنا كام، ايه عدد الروز اللي موجوده هنا. بتتحسب معايا من المعادله 2 ان ماينس 3 بشوف بكام، الان بتاعتي قلنا ب 4 يبقى 2 في 4 8 ناقص 3 طلعت معاك ب 5، يبقى هنا عدد الروز بتاعتي 5. طب بنيت ببني التيبل ده ازاي؟ باجي والله للايه الايكويشن بتاعتي اي نود معايا من اي نود لحد اي 4. طيب انا هنا ما جابني الجدول بحط اديس زد 0 لحد زد اوف اس ان. زد اس ان بالنسبه لي ليه زد اس 4، يبقى خلاص دي اخر اوردر موجود معايا زد اس ان بحطه قدامها الايه الاي نود. يبقى ده كده هنا الاي نود بيناظر الاي زد اس ان، وهنا الاي ان بيناظر زد اس 0. الاي ان بالنسبه لي اللي هي اي 4 موجودة معايا هنا بكام؟ بسالب 12. يبقى أول ترم هيتحط معايا هي A4، بعد كده A3، A2، A1، A0. طيب يبقى أنا هنا سالب 12 وبعد كده 67%، اللي بعده سالب 81%، بعد كده سالب 6، بعد كده 1. فأنا هنا بالنسبة لي أول 2 رو قلنا موجودين معاك أصلا من الكاركترستيك إيكويشن اللي هي الإيهات. يعني أنا هنا قلنا أول ترم ده الـ A4، هنا الـ A نود، بدلت بقى تحت دي الـ A4 وهنا A نود ماشي. طب اجي للرو التالت، الاولاني كان A4، التالت بقى B3 لحد B نود، وعكس في الرابع بقى من B نود لبي 3. يبقى الاتنين رو الاولين خاصين بالـ A، الاتنين اللي بعدهم خاصين بالـ B، الاتنين اللي بعدهم خاصين بالـ C، وهكذا هفضل ماشي على حسب الايه عدد الروز بتاعتي. هنا اخر رو موجود معايا لازم يكون فيه 3 ترم زي ما هو موجود معايا هنا، ادي الثلاث ترمات الموجوده من C2 لC0. ايا كان عدد الروز الموجوده اخر رو موجود لازم يكون فيه 3 ترم تمام. طيب الشرط اللي كنا بنينا عشانه التيبل كان بيقول ايه؟ بيقول لي B3 اكبر من البي نود ولا لا. طيب عشان اجيب B3 اجيبه ازاي؟ هجبني الكلام ده عن طريق هاخد الديترمنت، الديترمنت بتاع ايه بتاع الاثنين دول مع بعض، ده الرول الكولوم الاولاني اللي هيتحط هنا، الكولوم الثاني اهو هينزل معاك هنا، وبعد كده تقفل الديترمنت وتبدا تشتغل، تاخد ايه ده في ده ناقص ده في ده وتبدا تجيب الايه الفاليو بتاعتك. طيب ده كده جبت البي 3. طيب انا عايز اجيب بي نود، اجيبه ازاي؟ البي نود انا عشان تبقى ماشي قبل ما اجيب البي نود، انا هنا البي 3 قلنا الكولوم الاولاني مع الاخير. طب البي 2، البي 2 الكولوم الاولاني مع الكولوم اللي قبل الاخير. طيب البي 1 الكولوم الاولاني مع اللي قبل الاخير. البي 0 الكولوم الاولاني مع الكولوم الثاني. كده انت جبت البي نود. يبقى انا دلوقتي انا مش محتاج اجيب الكلام ده كله، انا هجيب بس البي 3 والبي نود وتست،
والله طلع الفانكشن بتاعتي التست الكونديشن بتاعي ده اتحقق، هضطر ادخل في اللي بعده فاحسب بقيه الايه الكوفيشنس الموجوده معايا هنا. طلع ما اتحققش يبقى خلاص مش هكمل في اللي بعده، فمش هتعب نفسي في حسابات ملهاش لازمه. يبقى هاجي هنا بالنسبه لي قلنا البي 3 عباره عن هاخد السالب 12 من 100 مع الواحد، ده كده الكولوم الاولاني، والواحد وسالب 12 من 100 الكولوم الثاني زي ما هو موجود معايا هنا. ادي البي 3 قدرت احسب الفاليو بتاعتي، سالب 12 من 100 في سالب 12 من 100 ناقص 1 جبت الفاليو دي. طيب البي نود، البي نود قلنا هناخد الترم الاولاني والتاني. ادي البي نود، البي نود هنا هجيب الاولاني مع التاني، جبتهم وحسبت الفاليو بتاعتي. بعد ما اخد ده هجيب المودلس بتاع البي 3 طلع بالفاليو 9 من 10، المودلس بتاع البي 0 طلعت نص، يبقى هنا بي 3 اكبر من البي زي من المودلس بتاع البي 0، الشرط ده اتحقق. يبقى خلاص طالما الشرط اللي موجود معايا هنا اتحقق، الشرط الرابع اتحقق، هضطر اروح ابص على الشرط الخامس. الشرط الخامس بتاعي هو كان بيقول لي المودلس بتاع السي 2 اكبر من المودلس بتاع السي 0. طيب عشان اجيب السي 2 والسي 0 هروح، طبعا هيبقى الكلام ده معتمد على البيهات، زي ما كان البي معتمد على الايهات، بي 3 كنت بجيبها عن طريق الكولوم الاولاني مع الاخير. طيب والبي نو والبي نود كنت بجيبه عن طريق الكولوم الاولاني مع الثاني، هيبقى نفس الكلام برضه. سي 2 هنا معتمد معايا على ايه؟ الكولوم الاولاني هنا بي 3 مع البي نود، والكولوم الاخير بي نود مع بي 3. طب انا اصلا حاسب البي 3 والبي نود من الجزء اللي فات، هروح ابص عليه. ادي السي 2 بي 3 بي نود بي نود بي 3، انا اصلا جايب هنا ادي البي 0 وادي البي 3، هاجي احط هنا ادي البي 3 تحط معايا، وهنا بي 3 بي نود بي نود، وجبت الجزء الاولاني اللي هو بتاع السي 2. طب عشان اجيب السي 0 اجيبه ازاي؟ سي 0 عشان اجيبه هنا عشان اجيب السي 0 هنا هاخد الكولوم الاولاني مع الكولوم الثاني، يبقى هضطر برضو اروح اجيب بي 2 وبي 1، لكن ما كنتش هلجأ للجزء ده لو كان الكونديشن الرابع اللي موجود معايا هنا ده ما اتحققش، كان خلاص هيبقى كفايه ان انا جبت البي نود والبي 3. لكن كوني دخلت في الكونديشن الخامس يبقى اضطر اجيب بقيه البيهات كلها عشان السي 0 معتمد عليه، يبقى اضطر اجيب البي 1 والبي 2. طيب عشان اجيب الايه البي 2 من هنا اجيبها ازاي؟ الكولوم الاولاني مع الكولوم اللي قبل الاخير، يبقى دلوقتي سالب 12 من 100 1 وسالب 6 من 10 و67 من 100، دي كده البي 2 اهي، قدرت اجيب الفاليو بتاعتها. والفاليو بتاعت البي 1، البي 1 هجيبها من هنا ازاي؟ البي 1 بي 1 عباره عن الكولوم الاولاني والكولوم اللي في النص اللي هو قبل الاخير. اجي ابص هنا ادي سالب 12 من 101 81 من 100 سالب 81 من 100 وسالب 81 من 100، قدرت اجيب الفاليو ايه بتاعتي بتاعت البي 1. هاجي اعوض السي نود بتساوي ايه؟ السي نود هتبقى معتمدة على الفاليوز دي، ادي السي نود هنا اهي قلنا بتساوي الكولوم الاولاني اللي هو بي 3 مع البي نود، والكولوم التاني اللي هو بي 2 وبي 1 اللي انا لسه جايبهم دلوقتي. يبقى هروح اعوض هنا بالفاليوز دي، قدرت اجيب السي نود. يبقى بعد ما جبت هنا السي نود اقدر اقارن ما بين الاتنين، اشوف المودولس بتاع السي 2 طلع بستة من عشرة، المودلس بتاع سي نود طلع بنص، يبقى فعلا المودلس بتاع سي 2 أكبر من السي من المودلس بتاع سي نود، يبقى الشرط ده كمان ساتسفايد. يبقى خلاص طالما الخمس شروط دلوقتي ساتسفايد ما عدا شرط واحد منهم هو اللي كان ما تحققش وكان كريتيكال، يبقى توتال السيستم كله كريتيكالي ستيبل. يبقى أنا عندي هنا أربعة روت منهم واحد على اليونت سيركت الموجودة معايا. تمام، هنا السؤال رقم 4 بيتكلم معايا بيقول لي احسب الاستابيليتي للسيستم ده، مديني السيستم واي على الاكس، يعني مديني الترانسفير فانكشن او البولس ترانسفير فانكشن جاهزه معايا.
من خلال ال pulse transfer function هاخد ال characteristic equation الموجودة معايا هنا وأحطها على الفورم بتاعتي، يبقى هنا زد سكوير زد تكعيب زائد نص زد تربيع ماينس 1/34 زد زائد 24%. من هنا أنا معايا ال A node ومعايا ال A واحد ومعايا ال A اتنين ومعايا ال A تلاتة. هتست conditions بتاعتي الأول. conditions كان بيقولي المودلز بتاع ال A n أقل من ال A node ولا لأ. أنا هنا ال A n، أنا هنا الأكبر أوردر موجود معايا هو تلاتة، يبقى أنا دلوقتي ال N بتلاتة، المودلز بتاع ال A تلاتة بكام؟ ب24%. يبقى دلوقتي الجزء ده ب24%، ال A node بتاعتي بواحد، يبقى دلوقتي إيه؟ A node أقل من المودلز بتاع ال A تلاتة، الشرط ده اتحقق. أروح للشرط اللي بعده، B لما الزد بتساوي واحد يكون أكبر من الصفر. هشيل كل زد في المعادلة دي وأحط مكانها إيه؟ واحد، وأعوض في الإيكويشن دي، طلعت معايا ب4/10. فعلا الشرط ده اتحقق وطلع أكبر من إيه؟ من الزيرو. هاجي للكونديشن التالت، أشيل كل زد وأحط مكانها سالب واحد، وأشوف المفروض الكلام ده يطلع أقل من الزيرو علشان الـ N بتاعتي أود بتلاتة. B لما الزد بيساوي سالب واحد طلعت معايا ب1.8%، يعني طلعت معايا أكبر من أكبر من الزيرو، يبقى الشرط ده متحققش. كون الشرط ده متحققش على طول أقول له السيستم بتاعي unstable، من غير ما أضطر أروح للشرط الرابع والخامس اللي هيدخلني فين؟ في الجوري تيبل. طيب دي كانت الطريقة اللي هي بتاعت الجوري تيبل. في طريقة تانية اللي هي اسمها ايه؟ البايلينير. البايلينير ترانسفورميشن اللي هو جاي هنا بيقول لي for the following characteristic equation، مديني characteristic equation جاهزة وبيقول لي استخدم البايلينير ترانسفورميشن to find if there is any roots outside the unit circle. يعني بيقول لي هل انا السيستم بتاعي ده ستيبل ولا لا، في روتس بره اليونت سيركل. كونه قال لي بره اليونت سيركل يبقى بيقول لي والله السيستم بتاعي انستابل ولا لا. طيب هو هنا مديني الايه؟ الكاركترستيك ايكويشن زي ما احنا شايفين. الطريقه اللي هي بتاعه الباي لينير ترانسفورميشن هي من لي قايمه معانا على ايه؟ على ان هو بيفترض وجود بلين تاني خلاف الاس بلين، لانه هو عشان يحول او عشان يتست الاستابيليتي للكاركترستيك ايكويشن بتاعتي اللي في الزد دي، يا اما يروح دايركت يشتغل على الزد دومين ويشتغلها بالجوري تيبل، فهو لو لقى صعوبة من كده ممكن يحولها من الزد للاس ويروح يشتغلها زي ما اشتغلنا في الكونتينوس عن طريق الراوس تيبل. طب لو هو شايف ان في صعوبة من التحويل من زد للاس، قال والله في الطريقة اللي هي بتاعت الباي لينير ترانسفورميشن ان انا افترض وجود الاوميجا بلين. الاوميجا بلين دي حاجة مناظرة للاس في الجزئية بتاعت التستنج بتاع الاستابيليتي بس. يعني انا والله اقدر احول من الزد للاوميجا، وما حاول من الزد للأوميجا أتست الراوس تيبل على الأوميجا، يبقى خلاص أنا أقدر أتست الراوس تيبل على الأوميجا زي ما كنت بتسته على الإس بالظبط. طيب عشان أحول المعادلة بتاعتي دي من زد للأوميجا، هشيل كل زد وأحط مكانها أوميجا بلس 1 على أوميجا ماينس 1. هعوض في المعادلة الموجودة معايا هنا، شلت الزد تكعيب وحطيت أوميجا بلس 1 تكعيب على أوميجا ماينس 1 تكعيب، ناقص 1/3 الأوميجا بلس 1 تربيع على أوميجا ماينس 1 تربيع، وهكذا في المعادلة كلها. طيب بعد ما سويت الكلام ده بالزيرو زي ما هو مديهولي، هضرب طرفين في أوميجا ماينس 1 تكعيب عشان أتخلص من إيه؟ من الجزء بتاع المقام. ضربت في أوميجا ماينس 1 تكعيب، طلع معايا بقت أوميجا بلس 1 تكعيب ماينس 1/3 في أوميجا بلس 1 تربيع في أوميجا ماينس 1، ناقص 8% أوميجا بلس 1 في أوميجا ماينس 1 تربيع زائد 24% في أوميجا ماينس 1 تكعيب. الكلام ده كله بيساوي الصفر. لما تخلص المعادلة دي مع بعض طلعت معايا بشكل الايه؟ الكاركترستيك ايكويشن زي ما احنا شايفين كده. اروح دايركت اقدر اطبق عليها الراوس ستابيليتي. كنت بتست الراوس ستابيليتي ازاي؟ انا هنا عندي أوميجا تكعيب، أوميجا تربيع، أوميجا أس 1، أوميجا أس 0، وهنا بحط الكوفيشنتس بتاعتي. الكوفيشنت بتاع الأوميجا تكعيب اللي هو السالب 14%، وبعد كده تحته الكوفيشنت بتاع الأوميجا تربيع، وهنا الكوفيشنت بتاع الأوميجا، وهنا الكوفيشنت الحد المطلق بتاعي اللي هو 1/98%. بعد ما رصيت الترمات بتاعتي أبدأ أعمل إيه؟ هروح للروت تالت. الروت تالت عشان أحسب الفاليو دي بقوم جاي ضارب الـ 1.6%، بضربها في الخمسة
وواحد من عشرة ناقص الواحد 98% في السالب 14 على الجزء ده. تمام، جيت ضربت الكلام ده وخلصته، طلعت معايا الفاليو اللي هي 5.36%. طيب الفاليو دي اجيبها ازاي؟ طبعا بما ان مفيش ترمات بعد كده يبقى بزيرو. طيب عشان اجيب الفاليو اللي هي بتاعت اللي بتناظر الاوميجا زيرو كوفيشنت ده اجيبه ازاي؟ هاخد 5.36% اضربها في 1.98% ناقص الزيرو في الكلام ده بصفر على 5.36%، طلعت معايا 1.98%. طبعا بما ان انا هنا عندي الراوس ستابيليتي كنا بنتسته ازاي، لو في اي تغير في الاشاره في الكولوم الاولاني يبقى انا كده انستيبل، ومقدار عدد الروتس اللي وقع معايا بره الفيرتيكال اكسس، مش احنا كنا بنيجي هنا الجزء اللي على الشمال الفيرتيكال اكسس بالنسبه لي، الجزء ده كل اي جزء هنا ده بالنسبه لي ستيبل، على يمين الفيرتيكال اكسس ده بالنسبه لي انستيبل، لو على الفيرتيكال اكسس يبقى كده كريتيكال ستيبل. طب انا كنت بحسب الكلام ده ازاي؟ نمبر اوف روتس بتاعي انا هنا معايا ايه، 3 روت، 2 منهم موجودين ستيبل مفيش مشكله، الروت التالت اللي هو حصل بيه ساين تشينج من نيجاتيف لبوزيتيف، يبقى كده دلوقتي عندي 1 ساين تشينج اللي هي بتناظر روت واحد موجود معايا في الجزء البوزيتيف اللي موجود هنا ده. يبقى كده التوتال سيستم بالنسبة لي unstable. بالتوفيق إن شاء الله.